من اصل وجدي هو مغربي الاصل وتزاد في ليل الفرنسيه. فلما كنقولوا الفنان ايمن السرحاني تصفيقات بعدا على ايمن الله يخليكم السرحاني معنا مباشره على شاد. فاش كنقولوا دائما فاش كنقولوا مرحبا بك بعدا. الله يبارك فيك ميرسي خويا هشام. الوغ فاش كنقولوا ايمن السرحاني عندك مجموعه ديال الاغاني اللي بنتي فيها ولا بنتي بها وعند جمعتي. احنا لما كنقولوا ايمن السرحاني دائما واصلين معاكم لما دائما نسيتو واحد الحاجه نسيتو لابسه جلابه نسيتو بلاتي نسيتو نبغي تجيني بالسيرفيت ايمن دابا بغيتي تضرب علينا يا بغيتي تضرب علينا يا حنا دائما فاش كنقولوا ايمن السرحاني كنقولوا هذا هو دائما رجعنا مستمعاتنا مستمعينا غادي نرحبوا بايمن حرة مرحبا بك. الله يبارك فيك ميرسي شكرا على الاستقبال. مرحبا بك. بون ايمن قبل ما نبداو غنسولك واحد السؤال اللي هو زعما تري سامبل صراحه ماشي راديو علاش في المغرب انا وما عنديش الجواب. ما عندكش الجواب. جي با لا ريبونس. لا ماشي مشكل مرحبا بك صافي فريمون بليزير انك جيتي عندنا وكبرتي بينا وكبرتي بالجمهور الشداوي اللي كيستمع لنا مباشره. بغينا ايمن تقربنا اكثر من ايمن السرحاني كي كيدوز نهارو خاصه ان البرنامج هو واخد واحد لو ستاتيو ديال كيداز نهاركم. بغينا نشوفوا ايمن السرحاني بدايه كيفاش كيدوز نهارو عامه يعني في الصيف ولا في المشتى؟ في الصيف مثلا ساليتي. في الصيف نوض صباح بكري نمشي للبحر نلعب الكره ندير شويه سبور ومن بعد نمشي نتقهوى مع لي زامي ديالي وصافي. هادشي اللي كدير فراك ترونكيل. ومن في الصيف نقول لك نمشي للستوديو بحال في وجده عندنا واحد الستوديو نمشي نسجل الاغاني ديالي جداد. نعم. ايمن انت استطعتي في واحد الوقت وجيز انك تجمع بزاف ديال لي فان جمعتي بزاف ديال لي فيو. نسولك على لي فيو ديال يوتيوب هذا واش لي فيديو كليب اللي كتحط هذيك الاودينس ولا داك الارقام اللي كنشوف واش هي غيال ولا كاين شويه ديال dans une interview في واحد الانترفيو بان ان ارتست ان شانتور il ne vient jamais avec de gros bagages. راه الجمهور هو اللي كيبني الفنان هو اللي كيطلعو. الوغ بالنسبه لي راني خرجت بزاف ديال الاغاني ودرجة بوتيت ا بوتي لي فيو طلعو توصلتي الشهره كيما نقول ديما ربي رضا الوالدين والبوبليك. واخا مزيان الفيو سون غيال سي بيان. غادي نقول لك الحاجه لو كان ما كنت ما راكش تسمحهم في لي بو لي كلوب لي كاباغي ولا في des vues qui ne sont pas réelles systématiquement tu le sens. Oui, c'est vrai. Bon, واش هاد الشهره هادي اللي ولات عندك اللي دابا بزاف ديال الناس بزاف ديال لي فان ناس فين ما مشيتي ما يمكنلكش تجلس هو عادي كيف ما شحال هادي ما يمكنلكش تلاقى بناس كما
بصراحه يعني. لا ماشي مشكل، انا اللي اختاريت هذه الحياه وكنبغي الموسيقى يعني الهوايه ديالي وميم طول الخدمه ديالي يعني. عندي عادي وشرف لي ناس انا كنعجبهم وكيبغيو يتصوروا معايا وكل شيء دونك عادي. وابخي بالنسبه لبنادم يمشي يتقهوى وكل شيء ما يكونش ترانكيل، بون يا لو بتي مومون تو في دريستي ترانكيل سي توت افي نورمال، شو ان هومان، مي سينو عادي شرف ليا كمام عندي الناس كيبغيوني يبغيو يتصوروا معايا. مزيان سي شونس. هنا غنتكلمك على واحد النقطه اللي هي مهمه وكتوقع لكاع الفنانه، لما كتمشي شي اوندغوا مع صحابك مع علاقه مع لي فان ديالك، شنو هي الطريفه اللي وقعت لك في حياتك ماشي معجب او معجبه وما عجباتكش؟ لا بدا شي حاجه كتب فكرتني. كنت نتمشى عادي هكا في لافيل، ومهم الناس تجمعوا عليا عادي ولا نتصور مع هذا في غران بليزير عادي. ولكن واحد قلت له غير صبر عليا واحد شويه، قال لي انت ماشي متواضع يعني انت كتكبر. قلت له باش نتمشى في هذه المدينه ويتجمعوا عليا الناس ونتصور معاهم، هذا داك الشيء اللي ما عجبنيش فيه. قال لي انت ماشي زعما متكبر. نعم الوغ انت فنان مغربي، شنو كيمثل لك المغرب؟ المغرب فيه كل شيء وزوين وتبارك الله ما خاصو خير، والناس ديالو مزيانه ما عندي ما نقول. الملك. نعم تبارك الله عليك، عاش الملك. وحنا دائما مواصلين فتره عاد الشدا في مستمعات مستمعينا، نذكروا الناس ياك نذكروا اي وياك الناس نقولوا لهم باللي الا بغاو يتكلموا معك مباشره من خلال هاتفك في انه يصيفطوا لنا دابا اس ام اس على 5566 يكتبوا لنا فيه ايمن السرحاني. قولها لهم قولها لهم قولها لهم قولها لهم دابا عاود يصيفطوا لنا ميساج على 5566 ويكتبوا فيها ايمن السرحاني. ميساج 5566 وي 5566 ماشي 66 بزاف قلت بزاف 66 5566 صيفطوا لنا ايمن السرحاني وحنا غادي نتصلوا بكم البرنامج. تحيه كبيره لصديقنا مهدي اللي كيدير فريمون ان افور باش انه يحاول يحيى مهدي مهدي احنا مواصلين معكم اكيد مستمعاتنا مستمعينا من خلال برنامج كيداز. انهاركم على شدة نبيل ان جسر التواصل مع كل المستمعات والمستمعين، وايضا نخلقوا جسر التواصل ما بين الفنان وما بين لي فان ديالو. احنا دائما هدفنا نبيل الايجابي، وحنا الهدف ديالنا هو اننا نكون اسره واحده ونحسوا اننا دائما مع بعضياتنا. نمشيو لحظه نبقاو ايمن نرتاحوا واحد شويه ولا بلاتي كيما بغيت على خاطرك نرتاحوا شويه يلا نرتاحوا نمشيو نبقاو مع فاصل لكن ما غنرتاحوش نبقاو دائما نشطوا معاك. نبقاو مع فاصل موسيقي ايمن السرحاني اغنيه جميله طونطون وراجع لكم نخليكم معنا. بونسوار تو الموند مع شاب وراك اي تدرقي فيا اي قدام دار هما قالت لي غير استنى حتى يرقد بابا عمري غف بالبالكون صاي الحيل حماقه راني مقاري في الحوم المحنه الاولى حلوه الزوجه يا 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 عمري غيرها ودارت الكاميرا يا 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 سيس 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 قلت لك غفلي طونطون هاي نقزي من البالكون اي غادي نهبل اي قدام داركم اغا جا ولعبتها ما عقلتنيش وكي بغيتوني نعيش يا 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 صبر نقول لك صبر وين زعبت انا يا ما نبغيش الرونجي يا وكي راني نيرفي صعبت انا يا الغباكسي ونجم عليا تعبسي بدلتك بالسوكسي يا 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 يا
grave les tontons. اي كيما لعبتي لي بقلبي اي نولي له بالي اي كيما لعبتي لي بقلبي هو عندي من خبي انت مهبوله اي في سك المكشوف رهيبه يرجع جا 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 وين زعبت انا يا ما نبغيش الروشي اي كي راني مديربي وين زعبت انا يا الغولي للطاكسي معك شاوشي سيس 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 وقلت عليا بدل وانا توجور في دل يا 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 هي خطيها العواج وراها باغية الزواج يا 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 انت مهبولة في سك عيانة يا المكشوف رهيبانة اي في سك عيانة كم مستمعاتنا ومستمعينا ما كرهناش ندخلوا لكم الاجواء داخل استوديو شاد اف ام مباشره من مدينه الدار البيضاء. احنا دائما مواصلين معكم واكيد معنا ايمن السرحاني اللي فريمون عرفتي ايمن فريمون بغيت ننقل هذه ليماج لهاد مستمعونا عرفتي فريمون في لو لايف راه كيشوفونا كي كنتي ناشط محيح عليك اخويا شو عليك عفوا واحد اللون ديالو خاص علاقة قريب بالاغاني اللي كدير يعني شنو عاود السؤال ما فهمتش بون انت كتغني الراي ولكن عندك واحد النوع ديال الراي خصناتيه يعني لو راي مودرن لو راي نوفيل جينيراسيون يعني كاين لو راي ديال بكري اها بغيت نوصل للجمهور un message d'ambiance de joie et de bonne humeur يعني غير الفرحه واخا نغني على الحب ولا شي حاجه بحال هكا شويه تريست مي نوصلها بالامبيونس وي اوكي الو ايمن غنذكروا المستمعين ديالنا ان اليوم غادي نتصلوا بالفنان بدر سلطان غنتصلوا به هنا قل مستمعاتنا مستمعينا من 15 دقيقه غادي نتصلوا ببدر سلطان بون عندنا واحد الفقره سميتها لابيل كاشي هاد لابيل كاشي انت اللي غادي ديرها لبدر سلطان دابور انت غادي تكلم معاه في التليفون تحاول تبروفوكيه تقلقو غادي تقول ليه هضرتي فيا مثلا مع صحابي وصلوها لي والناس ما كيكذبوش وداكشي ونشوفوا كيفاش لا رياكسيون ديالو هادي دون بار دون اوتر بار سي كو لاموس عرفتي لاموس و لاموس عرفتيها مزيان نقول لك شنو نديرو بها هي وكلينكس سي كو غنعطيوك واحد الاسئله مدبلات شويه تتسانس معنا وترتاح غنعطيوك دي كيستيون ولكن واش تجاوب واش ما تجاوبش الا ما جاوبتيش غنلموس في وجهك عادي جدا ولكن ماشي اللحيه في خبرك ماشي مشكل مي ديالو عاود نعاود لي معاك تعاونوا عليا غادي يتعاونوا عليكم كاملين داكشي اللي قال لي امين سي كو راه الا مشيتي حتى داكشي اللي لا وراه يقدروا هما يتحاموا كاملين ويوليو مشكل هنا معليش عادي قول لنا اصحابك اللي معاك تقول للمستمعين شكون هما بريزونتيهم صحابي دابا عندي دابا اللي حضر معنا دي جي سام دي جي اوفيسيال ديالي اللي خدام معايا في لي شوكايز وفي لي فيستيفال ولي كونسير وي ou les jumeaux Otar ou Omar les qu'on nous dit même aïe haka les amis ou en même temps ils qu'on nous aïe les vidéos les clips diaoli qu'on nous dit ma hadrin ou ma habibi on tu barakallah alaykoum subhana rabbi malki ala kulli shay بون حنا دائما مواصلين امين ايمن وي مع بقى سيارتي بقات امين فمي ديال المناجر تحيه كبيره ليه علاش علاقتك مع امين وي واش مزيانه جات صدفه واش من العائله عرفني من صغري شافني نكبر والله العظيم سي بيان سي بيان علاقه فاميليال فاميليال بعدا لو مو مناجر ما كاينش سي C'est lui qui s'occupe de tout ce qui Comme on dit en français, un frérot. Ouais, ouais. Ou dès que je suis arrivé à la portable, dire frérot. Frérot. Ou tu parles avec moi, je suis un frérot. Un frérot, il y a Amin, Ayman. On dit, moi, je suis un Amin. Allez. Non, je suis un C'est vrai, je suis un frérot qui a dit Amin, je dis Ayman.
ايمن ومزوج؟ لا ما مزوج. عرفتي شحال من واحد صيفط ليا الميم كيستيون بزاف المغاربه كيقولوا لنا واش ايمن مزوج ولا لا. انت ما مزوجش علاش؟ علاش دابا بخير؟ مازال ما لقيت الفرصه. صافي مازال ما لقيتيش؟ واه مازال ما لقيت. مزيان الله يسهل الامور اخويا. سير الله يزوجك. تلقى لي شي وحده سير الله يزوج شي بنت الناس سير اخويا. امين. جاوبني. اجي البنت اللي تبغي تزوج بها في حياتك مغربيه؟ شوف نقول لك واحد الحاجه كنتمنى. شوف احنا دائما كنتمناو داكشي اقدار الله سبحانه وتعالى. المهم تكون سيريوز جونتي حنينه تعرف تتعامل معايا عادي تكون مغربيه جزائريه تونسيه اوستراليان افيك غون بليزير عادي. دابا لا قلنا لك كل مدينه في المغرب كاينه وحده بغات تزوج بك ياك. شنو هي المدينه اللي تعزل فيها هذيك البنت اللي تبغي تزوج بها مثلا؟ دابا سي دابا المشكل دابا راه في الوجده راه مشكل. لا لا صاحبي غادي يفهموني غادي يفهموني. تحيه كبيره ليك. علاقتك بالرياضه بون ايمن شفنا لي فيديو كليب ديالك شحال هادي اللي كنتي كتحطم اول اغاني وانا كنديكلاري جو سوي فان ديالك منين بديتي وكنشوفك منين بديتي مع الاخوان هادو وانا كنشوف لي فيديو بون فاش بديتي دائما كتبان في لي فيديو كليب ديالك لابس سبور في الاول. كنتي كتجي لابس سبور يعني كيتمار ولا دابا فاش دخلت العاقه السيرفات فوالا جيت لعندك بالسيرفات فوالا خرجت اغنيه نبغي تجيني بالسيرفات. مي كنشوفك في دي فيديو كليب كتلبس شويه كلاس بديتي تلبس كلاس شويه كذا. نقول لك الصراحه انا يا غير شفت انا منين يكون عندي شي تورناج منين كنوض من النعاس هاكا اللي يقول لي راسي ندير ما كاين لا سيرفيت ولا كلاس ولا انا شو سبونتاني شو ناتشورال وشعبي يعني ما عنديش هذيك الضربه تاع خاصني نكون كلاس والناس غادي يشوفوني خاصني نو عادي جدا عادي جدا. وعلاقتك بالرياضه شنو هي؟ كنت نلعب الكره بزاف وحبست دابا راه اون سو مومون جو با ترو دو سبور اون سو مومون جو با ترو كل شيء راك عارف صافي. لي فيديو كنشوفوهم دائما اون مود سيلفي وحنا كاميرا كيشدوهم التراك من ليكليراج. واش بصح هاد المعلومه؟ سي با فري والله لا سي فريمون سي با فري سي فو سي كومبليتمون فو. وعلاش زعما ديما بالسيلفي نتوما دايزين باسكو لي فيديو كليب ديالكم زعما فرونشمون زعما كيبانوا زعما ترونش دين تليفون بحالنا مقصرين انت وصحابك خارجين كتغني ومطلعينها بصح بخير. سي سامبل افيكاس راني درت ان كاميرا زوينه ضربها صاحبها اوكي في لو 25 جوان سمع مزيان لو 25 جوان خرجت ضربها صاحبها راه في 13 مليون اوكي 13 مليون لو 9 جويي جي سورتي نبغي تجيني بالسيرفيت بالسيلفي غير بها هكا في الطونوبيل سي تو راه في بريس 30 مليون دو خرجه ابخي ضربها صاحبها يعني الناس الى جيت تشوف الناس كتبغي شي حاجه ناتشورال سبونتاني و تو تاميز و سي سامبل و واش غادي نقول لك سي و كنت لابس سيرفيت والله. صحابك اللي معاك يقولوا فيديو كليب لي فيديو كليب ديالك كتخلصهم لي فيديو كليب ديالي وي سيلفي لي سيلفي كتخلصهم ولا ما كتخلصهم؟ واش كتخلصهم كيبانوا معاك؟ هما غادي يحشموا يقول نو لا شوف عادي زعما شوف هادشي عادي انا نقدر مثلا تقول لي قلقني دابا اتونسيون ما كتخلصهم ما والو ترونكيل دونك باغ امور كيديروا معاك سي ان تخوك كون في نورمال سي تو تافي نورمال. انا لو كان ما كنتش مغني وعندي صاحبي مغني يبغي يصور شي كليب نمشي عادي ماشي نبقى هي دابا خلصني علاش غادي هي دابا نصوروا شي فيديو كليب هنايا في شاده ونجيبوا كاع لابروشين فوا عرفتش غادي ندير لابروشين فوا مره اخرى غادي نجي نصور في ديالي هنايا. مرحبا بك صافي فريمون بليزير والله الا مرحبا بك مرحبا بك صافي صافي عندك نقول
على المسيره ديالك والجديد ديال ايمن السرحاني. غادي نمشيو نبقاو مع فاصل موسيقى هذه المره. واش الزين جاي من المان ولا من المغرب؟ الزين جاي، لا الزين جاي من المان لحقاش كانت هذه الاغنيه ديال شبح حسني كتعجبني بزاف وانا عاودتها لحقاش فريمون كتعجبني. دابا سولتك واش الزين جاي من المان ولا من المغرب؟ الزين جاي من المغرب. بون غادي نسمعوا اغنيه ديال الزين جاي من المان ديال ايمن السرحاني ولا فيرسيون ايمن السرحاني على الشاده اف ام. تحيه كبيره لكم، احنا مواصلين. شفتها انا زاد هبالي دلالي وتقول هذا الزين جاي من الالمان. العين سرقه والخد كي شفتها انا زاد باش نقولك اليوم جيت معول ويا حبيبتي راني حيانا وجيت نقولك انتي سبب عذابي وسبب كي عون البيضة شوف في حياتي يا غشتها زاد هبالي دلالي تقول هالسين جاي من الالمان عيط دلالي تبع حياتين يا غير فيك انت يا وهي الكاوية لا بتسهر قعد بليلتين بمونتي هيا كي شفتها انا زاد هبالي دلالي وتقول هذا الزين جاي من الالمان العين سرقة والخنا الخالي دلالي قلعت قلبي زادت كيتي وانا زاد هبالي دلالي بيني وبين الزرقاء استوار عاولوا ويكتلوني انا على الزرقاء والطاباج كي شفتها انا زاد هبالي دلالي وتقول هذا الزين جاي من الالمان العين سرقاء والخنا الخالي دلالي قلعت قلبي زادت كي تبع ياسين يا غير فيك وهي الكاوية لا بتسهر قاعد بليلتين انا نبات معذب وانتي هيا كي شفتها انا زاد هبالي وتقول هذا الزين جاي من الالمان العين صدالي قاعد زادت كيتي إذا رجعنا لكم مستمعينا مستمعين تحية كبيرة لكم دائما فينما كنتوا في كل مدن المغربية وكل ربوع المملكة منطقة بمنطقة مدينة مدينة زنقة بزنقة بلاصة بلاصة احنا دائما معكم مباشرة على شادا اف ام. أكيد انتم اللي كتستمعونا على www.shadafm.net أيضا انتم اللي كتشاهدونا مباشرة من خلال لو لايف على صفحة الفيسبوك. من دابا شوية غادي نقراو لي كومونتير ديالكم. أيضا انتم اللي كتصيفطونا لي اس ام اس أو الاش ام اش على 55566 دران تي تي سي. من دابا شوية غادي نبداو نتصلوا بكم باش ندوزوكم مباشرة شارع من خلال برنامج كيداز نهاركم باش تكلموا مع ايمن السرحاني. غادي نمشيو نشوفوا واش كاين ايمن عندك دي ميساج ولا لا. يا كلشي كيقول ايمن السرحاني ايمن السرحاني. تبارك الله تبارك الله خويا خمسه والخمامس وعينيكم في التكامس. بو ايمن دائما حنا على من لون خاص بك، شنو هو سر نجاح ديال الاغاني ديالك بكل صراحه؟ يعني خاصني نعاود لك الهضره عاود ثاني؟ السر سي سا السر ديالها باسكو السر قلتها لك قبيله حقاش مراك تسمع ياك. ربي سمع ربي رضات الوالدين
والبوبليك هذا هو السر. لكن حتى حاجه ما تقدر انا ديما كنقول لا ميوزيك سي كوم لو كازينو تشميز فوالا tu publies ta chanson le public هو اللي كيحكم et en même temps عندك ربي هو اللي غادي يسهل عليك اراده الوالدين سي تو. تكلمتي على الام ديالك في واحد الفيديو ماما دونك je sais plus quand bon شنو كتمثل لك الام ديالك كاي شاب مغربي الام ديالك هي كل شيء ميساج لا مامون ديالك نقدر نقولها لها دابا وي ماما انت هي كل شيء ورضي عليا ودعي معايا نموت عليك غو بيزو تحيه الام ديال ايمن السرحاني. ايمن هي الحاجه اللي ندمتي عليها في حياتك منين بديتي المسيره الفنيه ديالك؟ بون اي واحد تيدير اخطاء في الحياه كنخطئوا مع احبابنا مع اصحابنا مع ناسنا شنو هو الخطا اللي خطا ايمن السرحاني؟ لا غادي نجاوبك على الجواب الاول قلت لي شنو على من راك نادم ياك وي ما نادمش علاش؟ لحقاش بنادم منين كيدير الغلط منين كيدير الغلط كيتعلم دونك انا تعلمت واخا درت الغلط وي درت ديال لي فوت ولكن تعلمت وكما نقولوا سي توت افي نورمال اون اي با بارفي اوكي وي يعني بنادم كيدير الغلط وكيتعلم فوالا ما ندمش. بون ايمن دابا غادي نمشيو انا وياك غادي نتصلوا بالفنان ديالنا شكون؟ بدر بو علاقتك مع بدر سلطان فوقاش عرفتيه فين تلاقيتيه؟ عرفته يا با تخي لونتون وتبارك الله انسان مزيان متواضع وتبارك الله عليه وحتى الاغاني ديالو مزيانين وكيعجبني بزاف اش غادي نقول لك الله يسهل عليه والله يسهل على كل واحد. نعم بون بدر سلطان عنده واحد اللون خاص يعني شنو الاغنيه اللي كتعجبك؟ ما عمرك ما فكرتي انت وبدر سلطان مثلا ديروا ان ديو؟ مازال ما هضرنا على هذا الشيء تقدر تجي من بعد؟ بيان سور الله يا ودي افيك كرون بليزير داكور بون غادي نمشي مباشرة على شاد اف ام من خلال برنامج كيداز نهاركم كيف العادة وكيف ما تعودنا معكم دائما مستمعاتنا مستمعينا في الفقرة ديال لابيل كاشي ولا لابيل انتيم حنا اليوم غادي نتصلوا بدر سلطان فبدر سلطان هو الصديق ديال ايمن السرحاني وغنشوفوا كيفاش تكون ردة الفعل ديالو مباشرة على شاد اف ام من خلال برنامج كيداز نهاركم بو ايمن كانك تتكلم من البورتابل من لو فيكس ديال الدار ولا لوتيل ولا ان تروك غتكلم عادي جدا عادي بروفوكيه قلقوا عصبوا ومن بعد انا غادي ندخل على الخط وغادي نشوفوا كيفاش تكون رده الفعل ديالو. دائما مواصلين معكم على شاده تحيه كبيره لكم انتم العدل تحقتوا بنا. بون كنشوفوا دابا اذا كان ممكن نحاولوا ان نتصلوا ببدر سلطان مباشره على شاده اف ام تحيه كبيرة لكم انتم اللي كتستمعونا في كل مدن المغربية من طنجة للقويرة ومن وجدة الصويرة ايضا تحية كبيرة لكل اصدقائنا وصديقاتنا اللي كيصيفطوا لنا رسائلهم القصيرة من خلال الاس ام اس على 55666 درهم تي تي سي ايضا انتم اللي كتشاهدونا مباشرة من خلال لو لايف تحية كبيرة لكم انتم ايضا اللي كتستمعونا على متن السيارات ديالكم. بوحنا دابا صيفطنا لو تيليفون ديال بدر لصديقنا مهدي وغنشوفوا ردة الفعل ديال بدر سلطان مباشرة على شادا اف ام. تحية كبيرة لكم اللي عاد التحقتوا بنا وانتم اللي كتستمعونا. دابا الناس كيستمعونا شنو تقول لهم؟ اللي كيبغيوك كذا دابا بزاف ديال الناس كيسمعوك. يلا دابا كنتصلوا ببدر سلطان. الو وي بدر السلام عليكم. سلام سي ايمن صافا؟ غادي صافا تو بيان بخير صافا 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 تري تري بيان ميرسي ايوا الحمد لله. خويا بدر كودنس بغيت نهضر معاك. وي فازي نقول لك راني سمعت واحد الهضره اوكي انا دابا جيت نهضر معاك رجوله باش نكونوا على يقين ونهضروا شوفوا نهضروا نيشان. دابا سمعت واحد الهضره انت فوالا بقيت تهضر فيا باغامون بقيت شتو عاود بقيت تهضر فيا بقيت تقول اغيت راك لا لا غير اسمع لي الله يرضي عليك لحقاش دابا راه غير قالوا لي غير اسمع لي ومن بعد انت جاوبني صافي. نو واش قالوا لك ولا لا غير اسمع الله يرضي عليك غير اسمع دابا راهم قالوا
لحقاش وياك كتكون مزيان معايا كتشكرني وكتقول لي غير الحوايج الزينين ودابا كنسمع داك الشيء. شوف ما فيك ما سمعتيش بودنك ما سمعت بودني ولكن ماشي واحد ماشي انت عارفني خليني نهضر خليني نهضر ايمن انت عارفني انا ما نقدرش نهضر فيك باسكو راك صاحبي و جيم بيان سكو تو في كيعجبني ستيل ديالك انت واحد لو جون اللي خدمتي وتعذبتي ماشي هاد لي سيكتي اللي درتي ما جاش غير هكا معاك هادشي كتقولوا لي في القهوه مين كنتشافوا والناس كيقولوا لي كيقولوا لي العكس كيقولوا لي بلي انت بعقلك اصاحبي واش تثق الناس واش لا ماشي واحد ماشي جوج راه بزاف ديال قولوا لي هاد الهضره وانا بنادم اللي قلت لك ماشي راه بزاف ديال الناس كيقولوا لي هاد الهضره بلي بدر سلطان ما متفقش يعني ايمن السرحاني عنده سوكسي انت تي با داكور يعني واش بغيت نسولك واش كتغير عليا واش كتغير مني كتغير اش كضحك طريقه ودابا كنسمع الناس كيقولوا لي بلي انت كتضحك انت دابا راك لا شوف دابا غادي نفهم لك دروك انايا اوكي كنضحك لحقاش معصب اوكي دابا انا ما فهمتش علاش كتقول شي كنت صاحبي علاش غنهضر فيك الله يزيدك انا بالعكس أمين انا انت عارف شحال عزيز عليا وقفت لي سكتي انت حيت خدمتي وتعذبتي وانت واحد الفنان اللي كنت مجتهد وغنجي نهضر فيك الهضره كنشوف هما كيقولوا الهضره كيقولوا لي بدر سلطان زعما انت ما بغيتنيش ننجح جيبهم في غادي نجيبهم لك توت سويت فاس فاس صافي غادي ندوز لك توت سويت غادي شوف غادي ندوز لك توت سويت واحد السيد غادي يهضر معك صافي شوف انت راجل ياك انت راجل ياك دوز لك توت سويت واحد السيد غادي يهضر صافا كلشي بخير صافا الحمد لله شكون اخويا بدر لاباس عليك صافا شكون معايا بعدا خويا معاك هشام بن جلون ديال شادا اف ام صافا كلشي بخير ما فهمتش انا صاحب ايمن اخويا وفهمتي فريمون بقى فينا الحال هادشي هذا برنامج بون بدر السلطان بدر السلطان واسمع لي اسمع لي الله يعطيك السر بدر السلطان انت معنا مباشره على شادا اف ام من خلال برنامج الوغ معنا مباشره بدر السلطان من خلال برنامج شادا اف ام رجفتوني وانا صايق بون سي انا بوكي لكم بون بدر جو سي بلي انت ناس اش غادي نقول لك تبارك الله عليك ولد الناس وانا عارف بلي كتبغي لي الخير حتى انا كنبغي لك الخير واش غادي نقول لك انسان طيب والله حتى انت صافي وبركه ودابا قلبك في لسانك فاربي يزيدك والله بالعكس انا كيفرحني كثير انت ولد بلادي مغربي ولد عاد منطقه ولد وجده اكزاكتومون انا كيفرحني كنزيد نفرح الله ينورك خويا بدر بدر انت معنا مباشر على شادا اف ام من خلال برنامج كي داز نهاركم وبالضبط كاشي مستمع شكرا بعدا بدر ميرسي بوكو اسمح لنا خويا بدر ميرسي بوكو كان معنا بدر السلطان مباشره من خلال برنامج كي داز نهاركم فانتوما سمعتي وشفتي وانتوما اللي كتشاهدوا من خلال اللايف كيفاش كان المقلب ديال بدر السلطان اللي فريمون داروا له ايمن السرحاني برافو خويا راك فريمون ان فري اكتور فريمون انا شوف حاولت والله العظيم كنت دابا سامع في الطوب مثلا وزعما ما كاينش لا راديو وكذا غنقول راه ما يمكنش زعما فريمون برافو عليك زعما كتشوف ولا راك والله العظيم الا شوف انت راه اش علاش ما مثلتي علاش دابا راك تضحك عليا والله الا سير لا لا انت والله الا ان فري اكتور وحق الله يعني ان بروفيل زوين ياك فوتوجينيك كاين الوقفه كاين الحضور كاين الكاريزما صاحبي لا حفظك ميرسي بوكو شكرا جو ريغول كل واحد كيعزل شنو يدير شنو كيبغي بيان سور بيان سور وهذا هو ليسونسيال علاش لا سي فري سي اون بون ايدي نمشي ندير
قال لها هشام شاد افهم باش ندير صافي ندوزو الكاستينغ ما كاينش مشكل شو راه نهضر مع الناس ديالنا بروشان فيلم سور دو زعما مرحبا مرحبا انا مواصلين معكم دائما من خلال برنامج كيداز نهاركم مستمعاتنا مستمعينا فين ما كنتوا في كل مدن تحيه صديقنا مهدي اللي كيرافقنا في الاخراج وفي استقبال المكالمات جيني بسيرفيت اغنيه جميله ديال ايمن الصحاني نمشيو نسمعوها ونرجعوا خليكم معنا سيس يا وشعرها مطلوق وركبة في الإيفوك نبغى جنب السيرات وفوق شعر الكاسكيت عمري دارة الوادي اهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا فين ما كنتوا في كل مدن من طنجة لقويرة ومن وجرة الصويرة تحية كبيرة لكم انتم اللي كتواصلوا معنا على ارقامنا دائما 0522 36 10 36 و 0522 36 05 36. لكن اليوم من خلال هذه الحلقة خاصة اللي حاضر فيها ايمن السرحاني فنان مغربي ابن مدينة وجدة. بو ايمن كنا كنسمعوا انك جزائري الاصل هنا كتنفي المعلومة وكيفاش جات هذا انا يا مغربي مجدى وكنغني الراي وكنفهم الناس اللي كيقولوا بلي ايمن سرحاني جزائري لحقاش كنغني باللهجه الجزائريه. الراي بالنسبه ليا انا كيتغنى باللهجه الجزائريه سي توت افي نورمال اي اون بليس انا يا مجدى دونك وجدى وغزوات المسان وهران اون على ميم ا بو بري ميم اكسون ا بو بري دونك سي توت افي نورمال الناس غادي يقولوا بلي ايمن سرحاني جزائري ولكن انا مغربي مجدى و الجزائر خوتنا تونس خوتنا والعالم كامل خوتنا حنا كاع خوت وكاع عرب وكاع ما عنديش هذيك سي فري بون ايمن علاش انت كيقولوا انك كتصور فيديو كليب ديالك بالتليفون واش ضعف امكانيات لا ما كنظنش دابا الفلوس داخله وكذا انت واقيلا غادي مانيش عارف اش غادي ندير لك قبيله جاوبتك وانت كتعاود الاسئله لا انت علاش انا خليني نجاوب يلا
قلت لك قبيله باللي الناس كيبغيو لي شوز سبونتاني الحوايج سبونتاني ناتشوريل كيبغيو لاميوزمون لامبيونس ناتشوريل انا وصحابي قبيله شرحت لك باللي ضربها صاحبها جلي سورتي 5 جوان لا في 13 مليون جوسكا ميتنون جي سورتي 9 جويي نبغي تجيني بالسيرفيت ان ان موا لا في 30 مليون دو فيو كومون تيكسبليك سا راك تسمعني ولا راك تشوف منا معاك معاك فوالا شوف شوف فين انا حيت كاينين واحد الـ واحد الـ واحد الـ اه وي هضر معايا نيشان مابقاش تشوف منا ومنا شوف فيا انايا معاك اخويا عيسى و دونك كوم جو تو ديزي بغيت جيني بالسيرفيت راه خرجت لو 9 جويي داكور لو 9 جويي لا اوني لو كومبيان اوجوردي اوني لو 24 سي سا ان موا ادمي ا بو بخي ميم Mois et demi qui est sorti. Une brigade de survêt à la fête de la Sahaba. Ok. Ouais. Donc une brigade de survêt selfie. On y chante. Comment le kick? Les chansons diac ou les chansons diac. Les que chante très bien le budget les que tu seras allé en. بون كيف ما قلت لكم مستمعاتنا مستمعينا من خلال البرنامج كي داز نهاركم سي فري غنديروا بون كيف ما قلت لكم من خلال البرنامج كي داز نهاركم ايمن السرحاني الى ما بغاش يعطي عندي لك شويه ديال لاموس داكور فهمتي لان دابا الناس فاش كنعطيهم باش من انا بين بالماتيريال يلا اجي بون هاد الكاميرا هادي نتوما كتشوفوا دابا ايمن السرحاني عطيناه سؤال اللي هو اللي هو ديرامبسيون كومبيان لا تخاف اتون ديرامبسيون فيريفي مازال خدام لا مازال 21 صافي بون ايمن شويه ايما الله يخليكم سرحاني مباشرة سي بون فوالا باش تكون عليا كاين ايكاليتي انتوما غادي نخليها بون دابا باش نشرحوا حتى الناس اللي كيسمعوا راه ما فاهمينش الطاري سكو دابا ايمن درت ليه شويه ديال لاموس في وجهه حتى هو دار الميم تخيك سكو دار ليا لاموس دابا شوف على ما نمسحوا هادشي هذا غنبقاو مع اغنيه جميله ديال ايمن السرحاني اغنيه قريت الميساج وراجعين لكم مباشره على شادا اف ام خليكم معنا
أنا لكم دائما مستمعاتنا نذكركم ياك وراك ماشي داك التلاموس تسقيتيني اصاحبي صافي اسمح لي انا نقول لك اسمح لي الله يسامح بالعكس حنا دائما الهدف ديالنا هو اننا كنخلقوا داك جو النشاط والدعابه مع المستمعات والمستمعين وايضا نبينوا بون هذا سي ان جو سبيسيال ميرسي بوكو وتحيه كبيره لايمن السرحاني اللي حضر معنا مباشره على شاده اف ام تحيه انتم اللي حنا مازال كنتوصلوا بها نذكركم من 5 ديال الدقائق غادي نحاولوا نتصلوا ببعض لي فان ديال ايمن السرحاني اللي كيصيفطوا لنا اس ام اس او اش ام اش على 5566 سي دران تي تي سي حنا كنتوصلوا باللي زي اس ام اس ديالكم نتوما غتكون لكم فرصه اليوم انكم تتكلموا عبر الهواء عبر شاده اف ام من خلال برنامج كيداز كنتوصلوا بها كلشي كيكتب ايمن السرحاني ايمن السرحاني بغيت ندوز لينا في على باز ايمن حنا في ليميسيون كنديروا بغيت ندوز باش الناس كيدوزوا معنا من خلال البرنامج لكن كنشوف لي فان ديالك دابا فريمون سبيسيال القضيه شنو تقول لي فان ديالك لي فان ديالي نقول لكم باللي بلا بيكم ما نسوا والو فوالا نموت عليكم ايمن السرحاني دونك ايمن قبل ما غنمشيو ناخذوا لي زابيل ديالنا بغيناك تغني لنا فيرسيون لايف داكور دونك تحيه تعرف شنو غادي نديرو نتوما يمكن لكم تجيو صافي داكور يمكن لكم نتوما تجيو فيرسيون لايف مع هذه الكاميرا هذه ياك التحيه لصديقنا حنا فيني طيفور تحيه كبيره لخويا طيفور اللي معنا في الاخراج ديال لو لايف ديالنا مباشره على شاده اف ام بون انا غادي نسكت غنخليكم نتوما ديروا لنا فيرس لايف مع المستمعين ديالنا وايضا مع الناس اللي كيشوفونا من خلال لو لايف على صفحه الفيسبوك لشاده اف ام يلا تفضلوا يلا ديك مون اوت فامي يسموك السرحيني ندير عليك اللي بريك وقالوا كاع سي با فريك هاي سي فري شونتور بصح موتور سيس سيس يا خوتي انا اللي بغيت لا طاي 38 ستيريريريب ستيريريريب وا سيس برافو غزابلوديسمون بوغ ايمن السرحاني اون تري زورو دو فوز اكيور سور شاد اف ام اون ديريكت معنا ايمن السرحاني سبيسيال ديديكاس بوغ فو كاملين ميرسي بوغ توا خويا فريمون بعدا كنشكرك بزاف على قبول الدعوه ديالك حنا دائما مواصلين اخويا راه ما مشيتي صحاب درتي لاموس وكذا صافي مازال اخويا القضيه صحابك اخويا دخل الحمام بحال خروج ولا يلا غادي نمشيو ايمن غادي ناخذو غادي ناخذو لي زابيل ديال لي فان ديالك اللي بغاو يتكلموا معاك غادي ناخذو سلمى من مدينه مراكش سلمى مساء النور مساء النور اهلا 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 صافي بيان صافي ترونكيل كلشي بخير الحمد لله بون سلمى انت معنا مباشره من خلال برنامج كيداز نهاركم معك ايمن فوالا تكلم بونسوار ايمن بونسوار سلمى صافا وي صافا ترانكيل توا صافا الحمد لله شرف ليا ملي عيطتي وكل شيء ميرسي بوكو يخليك ليا ميرسي سلمى او ديجي سام و تسهر عمر ديجي كاسا ديجي وا وصل بيان غوسو سلمى شكرا بزاف سلمى ميرسي بون سلمى ميرسي بوكو شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا دائما مواصلين مع لي فان ديال ايمن السرحاني مباشره على شاده اف ام نمشيو هذه المره من مدينه مراكش غادي ناخذوا الطوموبيل الزوينه ديالنا كالعاده مدي وغادي نمشيو لمدينه سطات غناخذوا هبه مساء النور بونسوار هبه هبه من الاخبار قول صاحبني اختي من سطات لاباس عليك كلشي بخير سمح لي اختي باش ندير له تخاك معايا ايمن صافا كلشي بخير الحمد لله بون فوالا هو ايمن معك مباشره تكلمي معاه شنو بغيتي تقولي ايمن السرحاني سلام ايمن سلام هبه صافا الحمد لله انا من لي فان ديالك شرف ليا ميرسي بوكو شكرا
انا راني تراني دائما كومونت لك على لي فوتو اك ولا دي موفي كومونتير دي بون كومونتير مثلا قولي لنا قولي لنا على شنو كومونتير من السرح يلا اعترفي دي موتيف فيهم ديكور ديكور اه هذاك الشيء اللي مهم في هاد لافير والله العظيم لا نستعرف بك بيان جوي ميرسي يلا تفضل المانجر ديالك صافي ميرسي بوكو شكرا صافي ميساج بيان غوسو بوكو ميرسي هبة من دين تربات على تواصلك معنا مستمعتنا مستمعينا مواصلين دائما في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على الارقامنا المقترحه لكن من خلال الاس ام اس حنا كنحاولوا نتصلوا بكم كطاقم البرنامج الاس ام اس ديالنا سهل انكم تصيفطوا لنا كلمه او اسم ايمن السرحاني من خلال 55 وحنا غادي نحاولوا نتصلوا باللو ماكس بوسيبل حنا ديما كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه ارقامنا المقترحه للتواصل 0522-36-1036 او 0522-36-0536 تحيه لكل اصدقائنا وصديقاتنا اللي كيتواصلوا واكيد تحيه للفان ديالك من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حنا كنشوفوا لو لايف ديالك ايمن فريمون صافي بليزير بزاف ديال الناس كيكتبوا دي كومونتير من خلال لو لايف مباشره على شادا اف ام فايمن بزاف ديال الناس كيسولوا واحد السؤال فريمون انا ما بغيتش نسولو باسكو شفتو تسولوك بزاف ديال الصحفيين وبزاف ديال الاعلاميين نفس السؤال اشكون هي حياه وعلاقتك بحياه هذا اللي غادي تسولني بون انا ما كنت والله ما كنت غنسولك ايمن ثق بيا اون فيت تو سي بوركو سا سيرا جو ما كنت غنسولك غادي نقول لك على فريمون بزاف ديال الناس يسولوا هاد لا كيستيون وحتى البوبليك ديالي كيسولني في لي كومونتير ولا في ميساج بريفي الوغ سا سيرا ريان مي بوزي سيت كيستيون علاش لحقاش هذا السر ديالي خليها عندك صافي زيد ندير لا موس لا بلاش الله يسامح بصراحه لا فين لا موس اصحابني عاود سلتوني لا لا الله يسامح دابا صافي الله يسامح عرفتي علاش لا فريمون شوف فريمون كندير هكا ونخلي حدا صحاب قاعد تيجي تو مع صاحبي دائما على حياتي ولكن غنسولك واش كتمنى ولا كتخايل شي مره تزوج شي وحده سميتها حياه علاش لا تحية كبيرة لكم حياتات صافي بليز غنزيدو ولا شنو غادي يوقع دابا؟ دابا سالينا سالينا الوقت يا صافي انا بغيت نقعد كنديرو مرحبا بك ايمن دارك شدايف ديالك فوق ما بغيتي شكرا ارجع تحيه للزملاء ديالي كاملين كانوا الناس اللي عاونونا جنود الخفاء كاملين تحيه لسلمى العمري تحيه كبيره ليك صديقتنا صحفيه معنا وايضا تحيه لصديقنا عابدين اللي صايب المدلين وايضا تحيه للطيفور طيفور بعدا حنا عاد جايين عند مهدي حيت عرفتي علاش مهدي ولد الدار هو التالي تيبقى فهمتي التالي رزقو عالي تحيه لطيفور صديقنا اللي كيرافقنا في لو لايف ديالنا تحيه ايضا سلمى هي معنا سلمى وسلمى بيان سي ايضا ايضا تحيه لصديقنا معنا ما نساوش ساره واخا ساره وايمن اخر كلمه تقولها للمستمعين ديالك المستمعين ديالي نشكركم بزاف بزاف وشرف ليا ملي راكم تتبعوني وتشجعوني في المسيره الفنيه ديالي ونمد عليكم فوالا برافو ايمن السرحاني كان معنا مباشره على شادا اف ام من خلال برنامج كيداز نهاركم شكرا بوكو ولا ميرسي والله الا شكرا بوكو زوينه شكرا بوكو والله الا زوينه شكرا بوكو خذها في شي اغنيه جديده قيدوها ماركيو شكرا بوكو خليوها عندكم تحيه كبيره لكم تحيه ايضا لكل مستمعاتنا مستمعينا فين ما كانوا في كل المدن المغربيه وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم كما كنعرفوا لكل بدايه هشام هذا على شادا كيف العاده تحيه كبيره لكم وخالصه تحيه كبيره الناس اللي كيستمعوا لنا كل مدن المغربيه لحظه غادي نقول لكم الى اللقاء لكن مع اغنيه جميله اهداء خاص لكل اصدقائنا وصديقاتنا الى اللقاء